بس أنا لقمان ديركي. هكذا حدثنا هردمشت. ألف سردة وسردر معي أنا لقمان ديركي. دكتاتورية الموهوب. نحن من اخترع الاشتراكية. نحن الذين نقول إنه كل أمة الأولادي وبحبهم قد بعض. نركز على الحب في تقييمنا للناس، ونستند على الحب في إدلائنا بآرائنا، فنجد مهربا شرعيا من الحديث عن المميز والموهوب وصانع الفارق. فإذا ما قام الموهوب بعمل مميز، سرقنا العمل من الموهوب ووزعناه بالعدل على رهط من غير الموهوبين، وذلك عبر لفتة ذكاء نادرة تتوخى تشغيل البهيم وإراحة الفهيم. والسبب هو أننا ننظر إلى الموهوب وكأنه دكتاتور، نتعامل معه كسلطة ثم نقرر أن نعاديها، نصبح معارضين للموهبة ونطالب بالعدالة، نطالب بأن يكون الجميع سواسية، مع أنهم سواسية طالما أنهم لا يتميزون عن بعضهم البعض بشيء. لكن السواسية هنا هو إعدام الموهوب ونفيه وطمسه كي لا يظهر الفارق. فالفارق كبير بينه وبين السواسية اللي تحت، وبدل أن يحاول السواسية اللي تحت الصعود لعنده لفوق، فإنهم يجرونه لتحت، بل ويرمونه إلى ما تحت التحت، كي يتنعم المتشابهون العاجزون باشتراكية الفشل. اشتراكية مستقرة لا تتوخى تطويرا أو تغييرا، اشتراكية بليدة تعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه. فطالما أن المدير الذي قبلي استطاع أن يبقى على رأس مؤسسته الفاشلة رتحا من الزمن، فلماذا لا أعمل بطريقته البليدة إياها وأضمن بقائي لردح مثله من الزمن؟ لماذا المغامرة؟ ولماذا التجديد؟ وإذا ما عنا على بالي واحد من هالأمة وعمل له شي شغلة عليه ضوء، فسنطالب بأن نكون معه تحت الضوء، وأن نلاقي مثل ما يلاقيه من التقدير والاحترام. فإذا قال قانون الحياة أن هذا مستحيل، قلنا إذن سنضطر لتنفيذ قانون الاشتراكية تبعنا عليه. أنزلوه إلى بحر الظلمات تبعنا، ومثله مثلنا، وكل الناس خير وبركة، وإن لله وإن إليه لراجعون. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.